جائزة فاتن حمامة للتميز تمنح لفنانين تمكنوا في سن مبكر من تحقيق إنجاز سينمائي ملموس، وتقدمها النجمة منى شلبي. كل مهرجان سنة وحضراتكم طيبين. أنا مبسوطة قوي إني بقدم التكريم ده تحديداً، لأنه تكريم لممثلة كبيرة وموهبة كبيرة وفتحت الباب لجيل، حبيبة قلبي وصاحبتي قوي وعشرة العمر يعني زي ما بيقولوا. اللي أهم من الإنسانيات الموهبة الكبيرة بتاعتها، عينيها يا الله على عينيها. عمرنا ما نقدر ننسى سهر الليالي، أفريكانو، أبو علي، احكي يا شهرزاد، وأسوار القمر، وهي قمر، فأنا مش عارفة أقول إيه ولا إيه ولا إيه. فمعانا فيلم بسيط، لا والأهم من ده إن المحظوظة اشتهت مع أحمد زكي مرتين. مرة طلعت بنته مع العظيم أستاذ شريف عرفة لما عملت اضحك الصورة تطلع حلوة، ثلاث مرات تقو حليم، أستاذ شريف وأستاذ أحمد مرتين، حليم واضحك الصورة تطلع حلوة، وكمان لما عملت الفيلم الثانية كنت هقول حاجة، أيوة بالضبط، لما كانت رائعة في جهان السادات في أيام السادات. هنتفرج على الفيلم وهرجع أقول لكم يا مين. Ladies and gentlemen, please welcome the superstar منى زكي. ميرسي قوي. انا قعدت احاول اكتب والله كلام، بس حسيت اني هبقى طويله وممله، فقلت احسن اقول اللي في قلبي وان شاء الله افتكره كله. شرف كبير قوي قوي ان انا اتكرم النهارده في مهرجان كبير بتاع بلدي، اهم مهرجان في بلدي. كنت زمان وانا عيله صغيره ببقى في الهناجر بعمل مسرح تجريبي، وكان ببقى نفسي اعمل حاجه هنا وابقى واقفه على المسرح، فانا النهارده واقفه عليه وبشكركم قوي. تكريمي باسم سيدة الشاشة العربية دي حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي. تشرفت بان انا سمعت صوتها مرة في التليفون، والحقيقة عمري ما سمعت صوت بالرقي ده والحلاوة دي، الله يرحمها. كمان تكريمي في الدورة اللي فيها أستاذ وحيد حامد، اوف ده شرف مش عادي. انا أستاذ وحيد مش بس تربيت على كلامه، مش بس كلمة انا هحلم بتاعت استاذ عادل امام اللي كان بيقولها في اللعبه مع الكبار، مش بس جوايا طول الوقت، لا ده انا باخد بيها وبعمل بيها وهحلم وبفضل احلم ولسه هحلم. شكرا، مش هطول والله. انا مفيش حد انا اشتغلت معاه، من سواء حد ورا الكاميرا او قدام الكاميرا، ما خدتش منه استفاده فوق العادي. كل حد حتى عامل الشريو وهو بيزق الشريو بالنسبة لي بيبقى فنان. ازاي قادر يفهم المخرج ويحس هو عايز يحرك الشريو ده بأنهي ريذم، وامتى يقف وامتى يوقفه. انا ممتنة قوي ان انا في الشغلانة دي، وان انا بمثل، وان انا بحس بالناس، لان هو التمثيل ان انت تعيش اللحظة، واللحظة هي انك تشوف كل بني آدم حاسس ايه جواه. انا مبسوطه لاني عشت حياه ناس كتير قوي، ودي شغلتي، هي دي النعمه اللي شغلتي ادتها لي. شكرا يا رب ما كنتش نسيت حاجه، ممتنه لاي حد اشتغلت معاه. ميرسي قوي قوي قوي.